مرحبا بكم في هذا الشرح. غادي نتكلموا على ديجيتال اوشن و تيرافورم، يعني كيفاش نديبلوي دي زانستانس دي دروبليت في ديجيتال اوشن باستخدام تيرافورم. تيرافورم هي واحد لا سانتاكس، واحد لا سانتاكس اونيفيي اللي تتسمح لينا نابروفيزيوني بلوزيور كلاود بروفايدر، يعني تكتب نفس الفيشي دو كونفيغوراسيون و تديبلوي في بلوزيور كلاود، و بور شاك كلاود كاين ان بلوجين لي تي كومونيكي مع الكلاود فيا لابي ديالو، يعني وهي واحد لانترفاس اونيفيي لي تتادابتي لي زابي دو شاك كلاود بروفايدر. الى دخلتو للموقع الرسمي ديال تيرافورم، غادي تختاروا تيرافورم اللي عندكم سولون لو سيستيم ديكسبلواتاسيون ماك ويندوز فري بي اس دي لينكس. ف هاد لا ماشين اللي تنستخدم كما تتعرفوا فهي لينكس. اذا كتبنا هاد لا كوموند ال اس بي ريليز هو 22.04. لانستالاسيون سولون لا ديستريبيسيون لينكس، هنا غتاجوتيو الريبوزيتوري و ديرو ابت ابديت و انستال تيرافورم. الى جيت هنا للتيرمينال غنكتب ويريز تيرافورم، غيقول لي راه ديجا كاينه في يوزر بين تيرافورم. انا غنختار اوسي لارشيتكتور بحال مثلا اللي عنده رازبيري باي، غيختار الاي ام 64 بيت. من بعد غادي نشوفو هنا واحد لو توتوريال ديال ديجيتال اوشن. هاد التوتوريال تيبدا بلانستالاسيون، ها هو غادي تكتبو how to use Terraform with DigitalOcean. من بعد الانستالاسيون غادي تاجوتيو هنا تاجوتيو البات ديال تيرافورم. هنا في لوكا الى انستاليتو في واحد لو شوما نون ستاندار، حيت سلاش اوبت ما تاخذهاش تيرمينال بعين الاعتبار، خصكم تاجوتيو البات، ولكن هنا بما ان درناها في يوزر بين فلا داعي. نكتبو هنا تيرافورم فيرجن تيرافورم 1.3.9، كاينه انيت فاليديت بلين ابلاي او ديستروي. انيت تات انيسياليزيو بها تيرافورم، بلان تي تيليشارجي لي بلوجين ديال هذاك البروفايدر اللي مديكلارين، ابلاي تي ابليكي لا كونفيغوراسيون، و destroy ça permet de détruire هادوك لي انستانس لي كرييتو. اول حاجه غتجيو هنا لديجيتال اوشن، غتجيو لابي وغادي تجينيريو واحد التوكن، باغ اكزومبل هاد التوكن تي اكسبيري على 30 يوم، سميوه باغ اكزومبل انادر توكن بحال هكا. هذا هو التوكن، يعني هذا التوكن تيسمح لينا نغوكيتيو على لابي ديال ديجيتال اوشن. هاد التوكن غادي ديروه في باش ار سي، هو هذا. طب تكلاري واحد الفاريابل دونفيرونمون، ماشي الا درتو دو خصها تكون فوسط تاجوتيوها لي فاريابل دونفيرونمون في التيرمينال باش لا كوموند تيرافورم تاخدها بعين الاعتبار تقراها من تيرمينال. من بعد تديكلاريو في البروفايدر بوان تي اف هاد الفيشي، ان البروفايدر هو ديجيتال اوشن باش يتيليشارجي البلوجين تيرافورم ديال ديجيتال اوشن. لي فاريابل هما جوج تاع لي فاريابل في التيرمينال اللي غندوزوهم ليه، هي التوكن و البرايفت كي باش اكزيكوتي دي انستون دي كوموند اس اس اش. من بعد اسبيني لانستانس، هنا من بعد غادي يكري لانستانس، غيقول لابي ديال ديجيتال اوشن اجوتي ليا هاد الكلي، هاد الكلي اس اس اش المسمات اش بي لابتوب، غي اجوتي هاد الكلي لي انستانس اللي غنكريو، يعني هادو نتوما اللي تتاجوتيهم من الداشبورد من سيكوريتي ديال الداشبورد.
يعني انت تقول لي بحال فوالا غنجيو هنا مانيوالمون كخي واحد لانستونس باش تفهموا البروسيسوس. غتختار الداتا سنتر وليماج والفيرسيون تيب ديال البروسيسور ستوكاج بايمون كذا. وغتجيو هنا وغتختاروا تيب دوتونتيفيكاسيون واش يوزر واش باسورد ولا باغ اس اس اش. الى اختاريتو اس اس اش خصكم ديجا تكونوا مسجلين واحد لا كلي اس اس اش، سينو تاجوتيو اون نوفيل كلي وتسميوها تاجوتيوها. هنا دوبي تيرافورم فاش تنسبينيو لانستونس تنقولي هاد الكلي اللي ديجا ستوكي في الكلاود اجوتي عليا لانستونس. اوكي مفهوم. هنا بعد لي كومونت تعطي ليستيهم كما شرحت لكم. هادشي كامل راه كاين في هاد التوتوريال بالتفاصيل المملة. بروفايدر وهاد لي فاريابل اوكي. هنا تن اجوتيو واحد الفيشي هنا سميتو جيت جي، حيت غادي نحاول نغو ديبلوي هاد جيت جي بتيرافورم. يعني غنسبيني لانستانس وغادي نيكزيكوتي هاد لي كوموند. غنزيد سيدو سناب انستال جيت جي. مفهوم. فهاد الفيشي تديكلاري ليماج يعني لا ديستريبيسيون سوبورتي. ها هما لي ديستريبيسيون لي سوبورتي في ديجيتال اوشن: اوبونتو، فيدورا، دوبيان، سانتوس، الما، روكي. اوبونتو 22.04 لو نو اللي غنعطيوها، لا ريجيون يعني الداتا سنتر يا فرانكفورت واحد، والسايز ديال لانستونس 512 ميجا 10 جيجا اس اس دي ان سول بروسيسور. هنا تنقول لي خد الاس اس اش من الاي جي من تيرافورم اي جي من البروفايدر، يعني باش ياجوتي لينا هاد لا كلي المسمات ب اش بي لابتوب اللي ديجا ديكلارينا في اللي ديجا ديكلارينا في لا كونفيغوراسيون ديال بروفايدر. ها هي هنا من بعد غادي سبيني هاد لانستانس غادي تكونيكتا ب اس اس اش الكونت روت باستخدام برايفت كي، وغادي اكزيكوتي لينا هاد لي كوموند. يعني غادي تماري واحد لانستانس جديده غات انستال فيها انجينيكس او جيت جي. غادي نجي غنقول ليه كي عاجبني هاد الترجم ونقول ليه تيرافون بلان. اوكي نقول ليه يلا كوموند راه عندي ديجا. ها هي خصنا نعطيه دو فاريابل اللي هو توكن. غنقول ليه بلان فوالا البرايفت كي. كما تلاحظوا هادو هما لي فاريابل ديال لانستونس. باك اب فولس كرييتد ات، يعني ما غنعرفوش هاد الفاريابل امتى غتكريا، يعني السيرفر اللي غيروتورنيه يعني ناو افتر ابلاي حتى غي ابليكي هاد لا كونفيك عاد هاد لي فاريابل غادي تحطو في الفيشي ستيت. هنا الديسك تا هو غريسفول شات داون، هادي ممكن ديفينيوها. الاي جي ميمكنش نعرفو الاي جي حتى من ورا لا كرياسيون الى اخره. نفس لا كوموند بنفس لي بارامتر غندير ابلاي. اكتب يس. ها هو راه بدات لا كرياسيون. ها هو تي سبيني.
Voilà. ها هو غيتكونيكتا دابا معاها بالـ SSH على الـ IP اللي غيعطيه الكلاود بروفايدر، وغادي يطابي هادوك لي كوموند apt get update install nginx elsof htop snap install gitd. فوالا هادي apt get update. هنا apt get install nginx، فوالا هنا سناب انستال جيت تي. يعني في هاد المرحلة راه انجينيكس انستالا و باغ ديفو راه تيديماري في الاوبونتو كما تتلاحظو. الى جينا للبورت 4000 راه حتى جيت تي غيكون ديجا ديمارا. فوالا تلقى اسكيو لايت انستال. هذا مشكل اخر ما تهمناش، اللي فقط الكونفيغوراسيون لان خصنا نعطيه مدرس. فوالا ده سي جوست ان بيتي بروبليم دو كونفيغوراسيون. اللي تهمنا في هذا التوتوريال هو الانستانس راه ديمارات، تانستالا انجينيكس و جيتشي var snap gitti common conf app.ini localhost. شخص نشانجي هذا voilà. اللي تيهمنا حنا في هاد التوتوريال هو اننا كخينا واحد لانستونس بتيرافورم ودرنا لي كوموند نيسيسيغ بوغ انستالي لي سيرفيس. الى رجعنا بلاصة ابلاي غنديرو ديستروي. destroy ro هات لي فاريابل كاينين في الفيشي ستيت نقولو لي يس غيطير هاد لانستانس. فوالا كما تلاحظوا معنا سوبريمات لانستانس. نتمنى تكونوا استفدتم من هذا الشرح اللي فيه الاساسيات ديال
لا كوموند تيرافورم مع كلاود ديجيتال اوشن، وشكرا.